تفتتح وزارة الأوقاف 14 مسجدا إحلالا وتجديدا وخمسة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها في سبع محافظات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من محافظة الدقهلية مراسلنا وليد هيكل. وليد، بعد التحية، ماذا لديك من تفاصيل؟ ما ذكرت الآن في الخبر أن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا جديدا على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، ضمنها ثلاث مساجد جديدة هنا على أرض محافظة الدقهلية. دعيني أذكر لك شروتة أنه منذ شهر سبتمبر عام 2020 وحتى شهر ما بعد مايو حتى الآن، افتتحت وزارة الأوقاف هنا على أرض محافظة الدقهلية أكثر من 65 مسجدا جديدا بتكلفة تزيد عن أكثر من 400 مليون جنيه. لكن مزيد عن هذا الافتتاح، يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة الوزير، اليوم تفتتح وزارة الأوقاف كما ذكرنا أكثر من 21 مسجدا، ضمنهم ثلاث مساجد جديدة هنا على أرض محافظة الدقهلية، ضمنها مسجد القصبي الذي نحن بصدده أو متواجدون به الآن. دلالة افتتاح هذا الكم الهائل من المساجد خلال الفترة الوجيزة الماضية؟ بداية بنشكر السيد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار على جهوده معنا وحضوره اليوم، وكما ذكرت كم عظيم جدا من الافتتاحات، منها اليوم بحضور الشيخ سماحة الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية مسجد القصبي. هذا المسجد على هذا الطراز المحترم، وهذا يعني ما تم من صيانة وترميم بما يزيد على 2.5 مليون جنيه. الحقيقة احنا اجمالي عدد المساجد بيصل اليوم 1458 مسجد، 1458 مسجد في اقل من 9 اشهر، رقم غير مسبوق لا في الدولة المصرية قديما ولا في أي دولة في العالم تفتتح هذا الكم. هذه مصر في عهد سيادة وقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تنطلق في عمارة المساجد فقط، وإنما تنطلق في كل المجالات. وكما أكد سيادة الرئيس إن شاء الله على ما شايف إعلان الجمهورية الجديدة، في كل مجالات الحياة نحن نتحدث عما يخص وزارة الأوقاف فقط 1458 مسجد. حضرتك شاهدت معنا أمر اليوم في غاية الأهمية، انطلاق دورات السوشيال ميديا والتحول الرقمي للأئمة، ان الدعوة الالكترونية وعبر وسائل التواصل، فعلى كما نهتم بالمسجد نهتم ببناء الإمام بناء علميا وبالإسهام الجاد في تقويم الجوانب السلوكية والأخلاقية من الصدق والأمانة من خلال جميع الوسائل الدعوية. وفي المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة خاصة لوزارة الأوقاف في مجال السوشيال ميديا والتقويم السلوكي والأخلاقي وخاصة ما يتصل بالطفل والشباب. كل الشكر حضرتك سيدة وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وبالانتقال شروتي للحديث مع السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. سيادة المحافظ، ماذا عن التعاون المثمر بين محافظة الدقهلية ووزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد خلال الفترة الماضية والحالية، كذلك افتتاح عدد ثلاث مساجد جديدة ضمنها مسجد القصبي الذي نحن متواجدون به الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بيشرفنا معالي وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، وبيشرفنا الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفيه. احنا النهارده بنفتتح احدى مساجد محافظه الدقهليه من ضمن ثلاث مساجد بنفتحهم النهارده. يمكن خلال الفتره اللي فاتت اكثر من 65 مسجد زي ما معالي الوزير قال بتكلفه تتخطى 400 مليون جنيه ما بين بناء جديد وبين صيانه واصلاح. وزي ما حضرتك شايف مستوى الجامع بسم الله ما شاء الله، يعني ده يكون في مدينه او عاصمه كمان مش في قريه، فحاجه بصراحه اكثر من ممتازه. يعني يمكن بنشكر المجتمع المدني والاخوه المتبرعين على هذه الدعوات الجميله والمسجد الجميل. وفي نفس الوقت النهارده يمكن كان معالي الوزير كان عمل تدشين للدورات للائمه. احنا عندنا اكثر من 3000 امام، 3300 امام على مستوى محافظه دقهليه. كنت بتكلم مع حضرته لو كل واحد فيهم بقى عنده 1000 واحد بس متابع، دخلنا في اكثر من 3 مليون مواطن من ابناء محافظه دقهليه يتابعوا السوشيال ميديا ويتابعوا كل الحاجات الجميله اللي وزاره الاوقاف بتعملها. بنشكرهم مره ثانيه على المبادره، ويمكن اكثر من 10 مرات معالي وزير الاوقاف شرفنا في المحافظه، ودي حاجه تحسب له، بنشكره مره ثانيه يا فندم.
كل شكر حضرتك سيادة دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. إذا أخيرا شروت بالفعل كما ذكر معالي وزير الأوقاف على مدار من شهر سبتمبر وحتى شهر يونيو، سبتمبر عام 2020 وحتى شهر يونيو من عام 2021، أكثر من 1450 مسجد افتتحتهم وزارة الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية، ضمنها ثلاث مساجد جديدة على أرض محافظة الدقهلية اليوم. كذلك اخيرا اؤكد لك يا شروت انه بالفعل وزاره الاوقاف كما اكد معالي الوزير تهتم ببناء الامام كما تهتم ببناء المساجد. اليكم في الاستوديو شروت. شكرا لك مراسلنا وليد هيكل كان من محافظه الدقهليه.